الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، ألا وهو علم العقيدة، ومع الكتاب الموسوم بالبيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. وقد فررنا، ما زلنا من أول الكتاب إلى هنا، والمفاهيم التي يرد عليها هي المفاهيم المستقيمة التي يعمل بها أهل السنة والجماعة. محمد الخامس، حي هلا بالنيجر، وأهلا وسهلا ومرحبا. أين كنت أمس؟ كنت إيش؟ تحت السلم. أنت مثلك يكون فوق السحاب لا تحت السلم. ليش كنت تحت يا محمد؟ أنا يعز علي ألا أراك في درس، أنت رجل مرموق توضع فوق الرأس. شوف على الإخوة جميعا، إذا كان محمد الخامس تحت السلم يأتي يجلس على كرسي هذا، ما يجلس تحت السلم. هذا رجل محترم يحترم على ما فيه من المجهود والعمل لدين الله الذي في علاه، وأسأل الله أن يلهمه الله الإخلاص. فكل شيء دخل فيه الرياء كان وصار هباء منثورا. نسأل الله أن يثبتنا عليكم الحق. جيد، التقصير عندنا غير مقبول، وطلب العلم لابد فيه من الاستمرارية. أنت لو عندك عقد تأخذه تستشرفه المرأة وتريد أن تلين قلبها وترضى عنك فتهديها، المرأة أخف ما تكون عقلا وقلبا بالهدية. إذا أخذت منه حلقة من حلقاته، إيش يحدث فيه؟ ستلقى أنت من الشباك، صح ولا لا؟ فأنت العلم أشد من ذلك، والعلم يغار أشد من غيرة المرأة. المرأة تستطيع أن تضحك عليها بكلمة طيبة، لا الآن ما ينفعش، لا والله. المرأة أسرع تأثيرا بالهمسة، أما العلم فلا، ما تستطيع، لا تستطيع أن تروضه ولا أن تضحك عليه أبدا. ولا بد من الاستمرارية للإتقان. أي أخ أراه متغيبا ما في اختبار خاص له، نتفق على ذلك. ما زلنا مع الكتاب الذي فيه تصحيح المفاهيم. قلنا لو وجدنا أن هناك مفاهيم قد عوجت نتعلم حتى نصححها، لكن ما زلنا من الأول إلى النهاية حتى وصلنا إلى مسألة الاحتفال بالمولد. المفاهيم كلها مستقيمة على خلاف ما زعموا أنها غير مستقيمة. طيب، نبدأ بهذه المسألة الوعكة الوعرة المشكلة، هي مسألة الاحتفال بالمولد النبوي. أنا لن أخوض في أصل المسألة كثيرا، شريط كامل في طريق الإسلام خاص بي الأخ يسمعه، لأن نفصل فيه القول، ما مجمل ما في إجمال، نفصل فيه القول. لكن اليوم سأضع وأمر مرور الكرام على قلب المسألة، ثم أتي بالشبهات الدواهي التي أثبتت لنا أن الدنيا لن تستقيم إلا بطلبة العلم. سمعت من بعض الإخوة قال بعض الناس، أردت أن يعني أشتد عليه في القول لكني سأتأدب، لكن أنتم ستعرفون هل له عقل أم لا. قال لو في مكان تزاحم فيه طالب علم وداعي لابد أن يقدم الداعي وطالب العلم يجلس في بيته. هذا الكلام أنا لو في مستشفى المجانين ما أسمعه من مجنون، فما بالكم من عاقل. فأنا يعني على لساني كلام أربطه الآن، أريد أقطعه ما أريد أتكلم، لكن سبحان الله العلم نور والجهل ظلم. قلنا أصالة أحوج الناس إلى طالب العلم وإلى العالم من؟ الداعي الذي يتصدر. هو يتصدر خاوي سيفسد سيضل ويضل، فلابد أن يرتكز على العلماء. فيقول لا، العالم يجلس في بيته،
أو طالب العلم يجلس في بيته من لم يشتم رائحة العلم ثانية واحدة؟ فكيف مثل هذا يوضع كبيرا لناس أو كبيرا على ناس؟ والله هذا ظلم بين، أقسم بالله هذا يعتبر من الغش للمسلمين والله. وإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه بعض الضعف في مسند أحمد، من استعمل أحدا غير أحب إلى الله منه قد أسخط الله ورسوله، بل في رواية وفيها ضعف كما قلت لكن أستأنس بها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه مسألة معناها تضييع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقبض الله العلماء، وفي الرواية قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم، في رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهال. دارت الدنيا وثبات الدنيا وانصلاح الدنيا على من؟ على العلماء. لم يبقى عالم لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا الأدلة التي ستسرد عليكم اليوم، أتونا بطابور جياش من الدعاة. هذه المسألة من متى؟ من متى؟ الأبواق من متى يتكلمون فيها؟ أنا أخ نقل لي أن في الفضائية بعض النساء فاضل، لكن هو داعي قصاص بالحق يعني، خير نحن هذا لا ننتقص من قدره، ممكن يكون حتى راح له الجنة الله أعلم بأقدار سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقي إلا هو، جلس يشكل على الأمة ويفسد عقائد الأمة ويقول وهذه من السنة المستحبة وهذا أصل من أصول ديننا ومن عارضني فليأتيني خلف الجبل. جلست أنا أمحص النظر ذهنا، أين الجبل؟ جبل من؟ جبل الدكة؟ جبل الهرم؟ أنا بقول الآن عمر مات، وين الجبل هنا الآن؟ فقلت أحسن ما يرد عليه بهذا القول كن أنت خلف الجبل ولا تظهر للناس حتى لا تضيع علم الناس. بهذه الطريق خليك أنت خليك خلف الجبل ولن يأتيك أحد، تعيش سالما ويسلم الناس منك. وهذا إيش اللي جعله بقى يترفع لأنه يقول ومن خلفني فليأتيني خلف الجبل، مع أنه في مكان بيخرج فيه الفحول، والمفروض الفحول ما يسكتون على مثل هذا، لابد أن يظهروا التأصيل العلمي لمثال هذه المسائل للرد عليها بقوة. وإيش اللي جعل رجل يتكلم بهذا الكلام وبجانبه أو بعده يظهر من هو من الناس؟ يعني ندين الله بأنه ممكن يستخلف لعالم من علماء الأمة، إيش اللي جعله يتكلم بملء فيه وبهذه القوة؟ مش عدم الرد، ما الرد ورد، يبقى ممكن يقول لا هذه ليس من ديننا هذه بدعة. الرجل الآن ما يقول بدعة ولا يقول سنة، ده يقول ده أنا أوصل لك بالنص والفصل والتحقيق والنقل عن سلف الأمة، فلا بد أن تظهر الساحة موجودة. وهذا الذي جعله يمد رجليه هكذا ويقول الكرسي موجود، في حد يجلس يتكلم؟ انتهى الموضوع. فالآن سيسرد عليكم الكلام وسأبين لكم الأدلة تستدل بها، ولن أتكلم بأي رد حتى أسألكم أنت من يزعم أنه طالب علم كيف الرد عليه؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. قال السؤال السادس: تحتفل الأمة الإسلامية كل عام بمولد النبوي الشريف، ونرى من يعترض على ذلك الاحتفال ويقولون إنه بدعة، فما حقيقة ذلك؟ الجواب: لقد كان المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه، وعبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، بل هي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. والاحتفال بذكر مولده صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب له صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رأيتم؟ هذه أول شبه. تعرفون إيش الشبه الأول؟ أسألكم إيش الشبه؟ وين الشبه؟ والله في قلب محل النزاع. إيش تأويل؟ هو قال أصل الأصول أن ركن من أركان الإيمان محبة، والمحبة عمل قلب، فلا يعلم أحد إلا بشيء ينضح في الظاهر، ومن مظاهر المحبة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم إظهار الفرح والسرور في يوم المولد. أتولي الرد حبيبي. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال ابن رجب: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرناه الله عز وجل بها، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحببة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو الاحتفاء به، والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم أمر مقطوع بمشروعيته، لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه، فعرف الوجود بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على العالمين وحجته. اصبر اصبر، الآن أرأيتم أطال النفس في مسألة متفق عليه، بل هي من أقوى الأصول عند المؤمنين، أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإيمان، محبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتبجيل من؟ وتوقير من؟ ثم بعدما أتى بالمتفق عليه قدم هذه المقدمة الطيبة لنتيجة يريدها، إيش هي؟ الاتفاق على أن المحبة ركن من أركان الإيمان، وهذه المحبة الباطنية لها في الظاهر مظاهر، ألا وهي الاحتفاء، توقير، التعظيم، التبجيل، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير والحافظ ابن لحية الأندلسي والحافظ ابن حجر وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. خاتمة الحفاظ لابد تكون هالة عظيمة إذا ذكر السيوطي، لأنه المروج الوحيد لهذه المسائل. الحق نحفظ له خير، قد من الله على الأمة بمثله، وقد أحسن في الجمع، لكنه كان جماعا وما كان نقادا، هذا هو الحق. لكن ما تجد تبجيلا ولا تعظيما ولا تفخيما إلا في من؟ لأنه المروج الوحيد في هذه المسألة بإتقان، بيأتي بكل الطرق في الأحاديث المبطورة والموضوعة كلها ليعطل مثل هذه المسألة. وألف في استحباب الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء بيانوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل. الطرف فأسرع عشان ما أوقف أفا كل شيء. بحيث لا يبقى لمن له عقل وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف. وقد أطال ابن الحاج في المدخل في ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال، وذكر في ذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه المدخل في ذم البدع المحدثة التي لا يتناولها دليل شرعي. مغزى آخر عشان يفرق بين البدع الحسنة والبدع السيئة، ليس لها دليل شرعي، إذن في بدع لها دليل شرعي، وسيصرح وينقل عن الشافعي هذا الكلام. فضل. قال خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمل المولد بعد سؤال رفع إليه عن عمل المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول: ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله؟ قال: والجواب عندي أن أصل عمل المولد النبوي الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيها من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وقد رد السيوطي على من قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، بقول: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود. سمعت، رأيت،
وعندنا قاعدة أخرى يقولون ترك النقل ليس لازما لنقل الترك، مبينا سنبين الشبهات بعد ذلك. تفضل. مبينا أن إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قد استخرج له أصلا من السنة، واستخرج له هو يعني السيوطي أصلا ثانيا، موضحا أن البدعة المذمومة هي التي لا تدخل تحت دليل شرعي بمدحها، أما إذا تناولها دليل المدح فليست مذمومة. روى البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعم البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعي. قال السيوطي: وعمل المولد ليس فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجماع فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي. ومن الإحسان، ومن الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول، فإن أطعام الطعام الخالي عن انصراف الآثام إحسان، فهو إذن من البدع المندوبة كما عبر عنه بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وقفة دقيقة، سمحوني. العز بن عبد السلام يرى أن البدعة يتناولها الأحكام الخمسة، يعني هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة إيش محرمة. نعم. أصل اجتماع الإظهار الشعار المولد مندوب وقربا، لأن ولادته أعظم النعم علينا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم، وهذا ما رجحه ابن الحاج في المدخل حيث قال: لأن في هذا الشهر من من الله تبارك وتعالى علينا بسيد الأولين والآخرين، فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير وشكر المولى على ما أولانا به من النعم العظيمة. والأصل الذي خرج عليه الحافظ بن حجر عمل المولد النبوي هو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم أغرق الله عز وجل فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصوم شكرا لله تبارك وتعالى. قال الحافظ: فيستفاد من هذا فعل شكر الله تبارك وتعالى على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة. كلام من هذا؟ كلام من؟ هذا كلام من حجر، ويقول له أصل في الدين من باب شكر النعم. تفهمين؟ الحمد لله. تفضل. ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم. الكلام هذا متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ متفق عليه. خلي أحد يتكلم. فضل. ويؤكد الحافظ ابن حجر على مظاهر ذلك الاحتفال فيقول: فينبغي أن نقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله عز وجل من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل الآخرة وما كان مباحا، بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به. ونقل السيوطي عن إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزري من كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف قوله: إنه صح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة اثنين لإعتاقه ثويبة عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة المولد النبوي، فما حال مسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته من محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. الله أكبر. قياس الأول سنسرد، أنا سايب الأمر حتى أسرد عليكم الشبهة هذه ونردها. آخر شيء بقى مما سبق ذكره من أقوال الأئمة هو طبعا أتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء من المخلوقات إلا أحب أحد جبل يحبونه ونحبه. الجزع لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر حن إليه واستمع له الأنين، وما سكت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده، فقال: هذه محبة الكائنات بأسرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعبرت عن حبها. الجزع عبر عن حب النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ الأنين، صحيح ولا لا؟ لما ارتج الجبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد في رواية. فالغرض المقصود يظهرون المحبة بألوان المظاهر، فله أن يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه بالاجتماع في يوم ولده كما قال، والإنشاد وغير ذلك وإطعام الطعام. فختم المسألة بأنه قال بالنقل عن ابن الجوزي وعن ابن حجر وعن السيوطي، وأن هذا كان في القرن الخامس
وهؤلاء هم سلف الأمة، فلذلك هو يأخذ بسلف الأمة وأن هذا إجماع عملي في الأمة. ولذلك ختم الكلام بكلام عجيب، قال ولا عبرة، هو طبعا للإنصاف قال وأن يكون الاحتفال بما ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام لا يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل وما إلى ذلك، ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع العملي للأمة. عجب عجب، هذا تلبيس حقا، هذا إجماع عملي للأمة، هذا إجماع عملي لمن؟ والأمة كلها إذا تكلمنا عن الأمة واتفاق الأمة واختلاف الأمة نقصد من؟ نقصد المجتهدين من الأمة، من العلماء مش العوام. والعوام قال فيهم علي بن أبي طالب الناس ثلاث: عالم رباني، طالب علم على سبيل النجاة، وهامج رعاء، لا يفصلون بشيء، هؤلاء تصفيق وخلاص، نحن معاك ودايما وراك، ما عندهم شيء. قال ابن مسعود: ولكن أحدكم إمع، إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أفسد الناس أفسد، لا فليوطن نفسه، إن أحسن فليحسن، وإن أفسد الناس فليحسن. نعم. بعد ذلك أتى وليس هذا الاحتفال بكثير على سيد المرسلين. نبدأ في الكلام، ألا نامت أعين الجهلاء حقا، ولا السفهاء، ولا من عرف قدر العلماء. الله المستعان. أقول إظهار الفرح والسرور والاجتماع، هذا الذي قدم له هذه المقدمة العظيمة ليصل إلى ذلك، أن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الفرح والسرور. نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، وأرفع الناس مكانة عند الله جل في علاه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يناديه ربه جل في علاه إلا بلقبه، إلا أن كان أن يخبر عنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خبر فقط. أما بالنداء فكان يقول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وبين قدر خطر وعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه عندما أحيا له الأنبياء فأمهم، وهم ينضمون جميعا تحته رايته. ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر ولا غرو ولا عجب، هو سيد الأولين وسيد المرسلين، هو سيد الأولين وسيد الآخرين، بأبي هو وأمي. والفرح والسرور بل الدنيا بأسرها عاشت في خير وأمن وبركة وسلامة بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أشرقت شمس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أقسم الله بحياة أحد قط من عبادي إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعمرك، وهذه فيها دلالة، احنا قلنا القاعدة أن قسم المخلوق لا يكون إلا والخالق يقسم بما شاء من خلق، وقسم الخالق بخلقه دلالة على عظمة هذا المخلوق، دلالة على تعظيم. انظر بقى تعظيم قد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، المدة الوجيزة التي كانت فيها الرسالة. قال الله جل في علاه: لعمرك، يعني وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الغرض المقصود مكانة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وهو أعظم الناس قدرا عند ربنا جل في علاه. فإظهار السرور والفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون أنها دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم قربة من القربات، وهذا الذي بيّنه هو. وهذه مهمة بالله عليكم افهموها جيدا، لأن بفضل الله هو الذي يأتينا بالثغرات عنده، وما في أحد يخالف السنة إلا وثغراته تنادي عليه. أنا أدين الله وأراها دائما. شيخ الإسلام يقول: ما ناظرت مبتدعا قط إلا وأخذت الدليل الذي يستدل به فرددته عليه. الرجل ماذا قال؟ قال بأن الاحتفال من باب الشكر، قال من باب الشكر. وين أنتم؟ شكر النعمة. مش قال موسى عليه السلام لما نجاه الله ماذا فعل بنو إسرائيل؟ صاموا شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منكم، فشكر الله. قال: ونحن أيضا إظهار الفرح والسرور بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شكر لهذه النعمة. إذن الاجتماع وإطعام الطعام والإنشاد هو شكر لهذه النعمة، والشكر إيش؟ عبادة. يبقى إذن الاحتفال عبادة وقربة. صبر صبر، الشكر عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة من الكتاب والسنة، صح؟ قال الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب، وما أحبه الله كان عبادة. إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يشكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يحب إذا شرب أحدكم الشرب أن يحمده عليه. صحيح. والله جل وعلا قد مدح إبراهيم بأعظم الصفات، ألا وهي وصفه بأن قال: شاكرا لأنعمه. ووصف نوحا بأنه فقال: إنه كان عبدا شكور. إذن الشكر أجيبه بصوت واحد، الشكر
الحمد لله. وهذه من كيسه أم من قوله؟ ما لكم تتكلمون على استحياء؟ فهو يقول بأن هذا الاحتفال شكر لله، والشكر عباد، يبقى الآن ليس من كيسه. يبقى يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر إيش؟ عبادة. ونحن على نفس المسرح سنسير، وعلى نفس الضرب سنقف. إذا قلنا بأنها عبادة هلما نتكلم. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، وما أحبه الله لا نعرفه نحن ولكن هو يعرفه، لأنه صعد إلى السماء بالمكوك الفضائي فنظر إلى الله فكلمه. لا خطأ، فاحش، أنا كذاب بهذه الطريقة. لو أنا أعتقد هذا، لو تكلمت بهذا على اعتقادي أكون كذاب، لكن أنا بتكلم أوهم الناس، أبين الناس حتى الخطأ يردوه. إذا ما فعل ذلك؟ رأى الرسول؟ لا. عاش في عصر الصحابة؟ لا. يبقى الحمد لله هو مثلنا، نحن مثله وهو في هذه المسألة. فنقول له الآن مسرح الأدلة التي نعرف أن هذه عبادة أو لا عبادة، أو العبادة كيف نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وكيف تكون عبادة، وكيف نقر أنها عبادة. هو قال الله قال الرسول، لأن الأصل في العبادات الهوى والوجد والمحب. خطأ فاحش. الأصل في العبادات التوقيف. وما معنى التوقيف؟ الكتاب والسنة. ما الأدلة على ذلك؟ قال الله جل في علاه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم. والعبادة، والعبادة دين ولا ليس دين؟ قال الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن. ائتنا بالدليل على إذن الله جل في علاه على الموت. ما في من يجد بحمل الأحوال، وكلما سرت سرت شبهات كما سنبين. وقال الله جل في علاه منكرا على من ابتدع عبادة يتقرب بها إلى الله جل في علاه لم يأذن الله بها، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها. وهذه ما كتبها الله عليه، لن نرها في كتاب ولا في سنة. وأما شبهة النقل وغير النقل ستأتي حتى نرد على هذه الشبه. وأيضا عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين ما جاء به، وأن العبادة ما شرعها هو أو نقلها عن الشارع الحكيم سبحانه جل في علاه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال إني أقول وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، ثم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي والقرن الخامس والسابع، وعضوا عليها. لا، هذا حديث موضوع، مش ممكن هذه زيادة موضوع ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ في مسند أحمد وفي السنن قال عليكم وسنة بعدهم قال أحدا الحمد لله عليكم بسنتي للقرن الخامس الذي يتمسك به ويقول هؤلاء هم السلف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها وإياكم. يبقى ما يأتي بعد هؤلاء الأربعة وسنة النبي لابد أن يكون تنصيصا من كلام النبي أن هذه من إيش؟ من المحدثات. وسنأتيك بالمحدثات، وإياك وإياك من المحدثات. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة، وفي رواية زيادة عن المسند في السنة النسائي، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما قاله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفرح، الاجتماع وإظهار الفرح والسرور هذه عبادة. فإن كانت عبادة فهلم شهداءكم على أنها عبادة، فأتنا بالأدلة على ذلك. فإن لم يرد الأدلة نزيده إيضاحا ونقر ما أقر هو، وأن الاحتفال عبادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يمرحون يفرحون يجتمعون يطعمون يلعبون في يومين. قال ما هذان اليومان؟ فقالوا يا رسول الله يومان نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها عبادة، ولو لم تكن عبادة ما أنكر وما غير ولا بدل. قال أبدلكم، أبدلكم إذن هذه مرفوضة والتي ستأتي المشروعة. قال أبدلكم الله بيومين خير منهما، وذكر الأضحى وإيش والفطر، فدلالة واضحة جدا على أن الاحتفال قربة وعبادة، والأصل في العبادات التوقيف. ولا يمكن أن نقبل منك أن تقول أن الاحتفال شكر لله جل في علاه وقربة لله جل في علاه حتى تأتينا بقال الله قال الرسول أو قال الصحابة ليس بالتمويه، أو فعل الله أو فعل الرسول أو فعل أبي بكر أو عمر. يبقى عندنا الأدلة هذه كلها تثبت أولا محضية
أن الاحتفال عبادة وقربة لله جل في علاه، فلابد لها من دليل. والأمر هذه كلها الأدلة الإيجابية. الدليل السلبي أن نقول الآن الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة القلب. نسألك ونسألهم جميعا من قالوا بهذا القول سؤالا واحدا: أنتم أشد حبا لرسول الله من أبي بكر؟ الإجابة الإجابة نعم. طب لو قالوا نعم، لو قالوا نعم قلنا كذبتم. ليش كذبتم؟ هذه من فوق سبع سماوات قد أقر الله جل في علاه بعلو حب أبي بكر والصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصر لدينه. فإذا نقول أنت أشد حبا للنبي من أبي بكر، قالوا طيب لو كنتم كذلك لما تقاعس أبو بكر الذي هو أشد حبا لرسول الله أن يظهر هذه المحبة أو مظاهر المحبة التي زعمتم؟ أنتم أشد حبا لرسول الله من عمر؟ الإجابة لا. من عثمان؟ من علي؟ من الصحابة أجمعين؟ طب من التابعين؟ انزل سعيد بن المسيب، انزل الفقهاء السبعة، سالم بن عبد الله، انزل أبو سلمة بن عبد الرحمن. أنتم أشد حبا لرسول الله من هؤلاء؟ لا. لما لم يفعلوا ذلك؟ بعدهم من تنتحلون كلامهم وتأخذون كلامهم ومذاهبهم؟ الأئمة الأربعة: الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد. أنتم أشد حبا لرسول الله من هؤلاء؟ الإجابة لما لم يفعلوا هذا؟ أنتم أعلم منهم؟ الإجابة لا. أنتم أتقى منهم؟ الإجابة لا. أنتم أورع منهم؟ الإجابة لا. ما من زمن إلا والذي بعده أشر منه. فإذا لما لم يفعلوا قلنا قفوا عندما وقفوا، هذا أسلم لكم، لأن في زعمكم أنكم تتقدمون عليهم تقولوا بأن هذا بيان وإظهار لمحبة النسلم في القلب، هذا كذب ومين ولا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. قام قائمهم وقال: كلام فيه نظر وكلام رصين، لكننا قلنا بأنها عبادة وعندنا الأدلة على أنها عبادة وأنها جائزة. قلنا ليست أدلة، قالوا ليسمي أحد منكم ما يريد، لكنها أدلة عندنا. والأدلة التي سردها المصنف كثيرة، منها أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، والعلامة الظاهرة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو إظهار الفرح والسرور في يوم مولده. نقول المقدمة مقبولة والنتيجة مرفوضة. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فركن ركين من الإيمان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فقال عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. فقال: الآن يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، هذه مقدمة متفق عليها، حب رسول الله ركن ركين من الإيمان. لكن لا نوافق أن نقول بأن العلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب أن تجتمع في يوم ما وتطعم الطعام وتنشد الأناشيد في مدح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. العلامة جاءت من وين؟ من الشر. لأننا قلنا إذا كانت محبة القلب لابد أن تترجم بالأصول الشرعية. قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الحق التي تظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول بأن العلامة أن نجتمع في يوم ما نظهر الفرح والسرور وإطعام الطعام وإنشاد الأناشيد ثم بعد ذلك تكون عداوة ضارية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما هذه محبة، بل هذا الفعل ينكر أو يكذب هذا القول وهذا الزعم. هذه الشبهة الأولى التي أتوا بها. الشبهة الثانية، قالوا هذه بدعة، نعم لكنها بدعة حسنة. وهذا قول رجل رصين من أهل العلم ألا وهو الشافعي، صحيح، واستدل بقول من؟ بقول عمر. نقول له الآن: كان أجدر بك وأحرى بك وأنت تتمذهب بمذهب الشافعي أن توجه كلامه، لا أن تأخذ الشافعي رأسا في مسألة هي من البدع بمكان. فاستدل بقول الشافعي، وأيضا نقل عن الحافظ ابن حجر وابن الجوزي عن نقل الذي سبق وسرده أخونا في القراءة. قلنا نرجع إلى التحصيل الذي أصلناه الأسبوع الماضي ألا وهو أيوة نعم، ديننا لا يؤخذ من أقوال العلماء، يؤخذ من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يعارض قول أحد كائنا من كان
قول رسول الله نضرب بهذا قول عرض الحائط ونأخذ بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله الإمام الشافعي لو صح الحديث كان مذهبي. وقال الشافعي لو رأيتم قولي خالف قول رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما من إمام إلا وقال بذلك. فلا تجعل الرجال دليلا ولا أقوال الرجال دليلا. هذه قاعدة مبتورة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. ما العلم إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه بحال من الأحوال. فنقول وحتى النقل لم يوجه توجيها صحيح. نقف مع هذه المسألة. البدعة قالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة، واستدلوا على ذلك بأثر من رجل فح وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب، قال نعمة البدعة هذه. فقالوا إذن البدعة فيها ما هو مذموم وفيها ما هو ممدوح بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أقره الإمام الشافعي. أولا نؤصل أصل ما في بدع حسنة بحال من الأحوال. الشرع جاءنا بذم البدع بأسره، لأن البدعة تشريع، فإن كانت تشريعا حتى ولو كانت بدعة إضافية. أنا لست بصدد الكلام على البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، الفرق بينهما بإيجاز البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع، البدعة الإضافية التي لها أصل عام كل قضية كلية كما يدندن هو حولها الآن، قضية كلية التي هي نقول الشكر على العبادة مثلا، فهذه قضية كلية يجعل منها تخريجا فرع على أصل فتكون بدعة إضافية. فنقول الشرع جاء بذم البدع كلية أم لهم، لأن البدعة الإضافية تشريع، وقد قال الله جل في علاه أم لهم شركاء منكرا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لم يأذن به الله، فلا بد من إذن الله جل في علاه. ولا يقال هذا اجتهاد، لأن هذا اجتهاد ومصادر نص مع وجود المقتدي والمانع منتفي بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا وإياكم ومحدثات الأمور، وهذه التي تخترعونها هي محدثة أم ليست محدثة؟ حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يحذر؟ قال إياكم، وهذا تحذير، إياكم ومحدثات الأمور. هذا ترتيب في الاستدلال، خذ الدليل الأقوى الذي يفصل في النزاع ويرد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلال. إذا ما في بدعة حسنة ولا سيئة، البدعة الحسنة تساوي ضلالة والبدعة السيئة تساوي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتنصيص، كل نص في العموم، قال كل بدعة ضلالة. يبقى إذن لا نوافق على قولكم أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا وماذا تقولون في عمر بن الخطاب؟ نقول التوجيه توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية قال هنا قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الذي هو الإحداث في الدين. وصراحة هذا التوجيه وإن كان فيه قوة لكن فيه نظر وضعف، وأوجه منه وأقوى منه أن عمر أراد المشاكلة بتأنيب المبتدع، أراد المشاكلة فقط، كقول الله جل في علاه وجزاء سيئة سيئة إيش مثلها، وهل أخذ الحق ورد الحق لصاحب الحق سيئة؟ أجيبه لا. يبقى إذن هذه من باب المقابلة والمشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ضربك صفعك على وجهك قصاصا لابد أن تصفعه. هل هو منه اعتداء منك أنت؟ قصاص ورد حق هل يسمى اعتداء؟ في خارج القرآن يسمى اعتداء؟ لا، القرآن سماه اعتداء على سبيل المشاكلة. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، فكانت على سبيل المشاكلة. وهذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث نقول له بدع معك بدعة ونعمة البدعة. عمر لا يبتدع، عمر يجعل سنة ولا يجعل بدعة، له أن يسن سنة، فإن عمر بن الخطاب سنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تساعدكم هذه المسألة لأنها خاصة بعمر وخاصة بأبي بكر وخاصة بعثمان وخاصة بعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أكملوا، فجعل لعمر سنة مستقلة، وهذه السنة مستقلة. إذن ما أتى بها عمر لا تقال فيها بدعة، لا تساعدك، ليست في النزاع، لأنها سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن تتبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها
بالنوادر وإياكم ومحدثات الأمور. لذلك نحن نقول الآن من أذن أذانين قبل الجمعة قبل الأذان وقت الأذان ووقت الأذان ليست بدعة، ومن قال إنها بدعة قد غال في الأمر وقد أخطأ بل أفحش خطأه. لما؟ لأنه يقول على سنة متبعة أنها بدعة، لكن يمكن أن نقول خلاف أولى، لأنها كانت اجتهادا من عثمان، واجتهاد عثمان سنة ما لم تخالف سنة المسلم، ما لم تخالف سنة المسلم بهذا القيد، فنقول هي سنة متبعة، لكن اجتهد فيها لأمر ولئلا انتفت الحكم ينتفي. لكننا لو فعلها أحد الآن لا يصح أن تقول أنها، لا تقول عليها أنها بدعة. لما؟ لأنها من رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له سنة متبعة، وهذا توجيه قوي جدا. يبقى إذن نعمة البدعة من عمر ليست بدعة بل نعمة السنة. وهذا يجعلنا نوجه كلام الشافعي بأن نعمة البدعة التي قال بها الشافعي واستدل بها على البدعة الحسنة يعني إحياء السنة الميتة، إحياء، لأن الشافعي الآن لما استدل بقول عمر نعمة البدعة يبقى هيستدل بالفعل من؟ بفعل عمر. عمر الآن لما جمع الناس لصلاة التراويح للصلاة جماعة هل كانت لها أصل أم لا؟ لا، لو لم يكن لها أصل قلنا سنة، لكن نحن نبحث في المسألة الآن لها أصل أم لا؟ لها أصل، وبعد ذلك اندثرت، صحيح ولا لا؟ في عصر أبي بكر من الذي أحياها؟ يبقى إذن الشافعي توجيه كلامه وهذا الأرجح نقوله لفحل مثل هذا يعظم السنن، ويقول لو عرض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربه بقول عرض الحائط وبقوله أو بتلقيبه بأنه ناصر السنة، توجيه كلامه نعمة البدعة وأن البدعة الحسنة يعني من أحياه، من أحيا هذه السنة التي ماتت، وإن شاكلنا أهل البدعة وقلنا بدعة تكون حسنة، والحسن فيها أنه أظهرها بعدما ماتت كما سيأتي. هذه بالنسبة للشبهة الثانية التي تدل بها. الشبهة الثالثة حديث من سن سنة في الإسلام حسن فله أجرها وأجر، هذا الحديث عظيم. تعرفون وجه الدلالة لهم فيه؟ وجه الدلالة فيه أنهم يقولون الأمر ليس خاصا، الأمر على العموم. يعني إيش ليس خاصا والأمر على العموم؟ أنتم اتفقتم إجماعا على أن لأبي بكر أن يسن، ولعمر أن، ولعثمان أن، ولعلي أن، توقفتم على ذلك، صحيح ولا لا؟ تتفقون على هذا أم لا؟ طيب هنا الحديث يقول لا، ما أصبحت المسألة قاصرة على الأربعة، ده قاصرة على كل أحد يسن سنة حسن، صحيح ولا لا؟ قال من سن سنة، جعل السنة هنا في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ومن اسم الأسماء المبهمة فتكون على العموم. أي أحد يسن سنة حسنة الشرط أن تكون إيش؟ حسن، فله أجر وأجر أمله. نقول له الآن هذا كلام طيب، لكن أشكل علينا لأن ظاهره التعارض مع التخصيص، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الأربعة فقط ولم يعمم، فهنا عنا لنا الإشكال في هذا. والأمر الثاني نقول صاحب الدار أعلم بما في الدار. الآن أنا وقفت معك وسأتنازع لأنك تقول بعموم من سن سنة حسن، وأنت تقول هذا على العام، وأنا أقول لا هذا ليس على العام، فكيف نرجح بين المتنازعين؟ كيف نفصل في النزاع؟ كيف نرجح بين القولين؟ نقول نرجع إلى أحاديث النبي، إذ القاعدة عند العلماء حديث النبي يفسره حديث النبي، نحن ندور حول مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار، فمراد النبي يفهم من لسانه من حديث، فإن لم يظهر ذلك رجعنا إلى الصحابة أو إلى العلماء، مفهوم الكلام؟ جيد. فننظر في هذا الحديث، جاء برواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة قد مات، قال من أحيا سنة، يبقى إذن الحمل هنا جيد جدا، من سن سنة يعني من أحيا سنة. قالوا لا، سياق الحديث يأبى ذلك. قلنا كيف سياق الحديث يأبى ذلك؟ قالوا هذا الحديث رجل لما دخل الفقراء متقلد النمار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فتمعر وجهه فقال تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره، فجاء رجل فأخذ كوم من الصدق فوضعها أمام الرسول فتتابع وتتايع الناس على فعل هذا الرجل وأتوا بالصدقات فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن سنة حسن في الإسلام. يبقى سياق الحديث يثبت أنها إيش؟ سنة من هذا الرجل. قلنا ما هي؟ قال وضع الكومة. وضع الكومة هل معروف في الزمان القديم أو بعدما أمر الله بالزكاة أن أحد يأتي بكومة يزكي بها؟ لا، قالوا هذا جديد، وضع الكومة سنة سنها الرجل.
وجاء من بعده يستنون بسنته ويتصدقون بما عندهم. قلنا نعم، نقف معكم وقف. إذن المسألة عندكم بأن السنة الحسنة يتابع عليها المرء لو كانت حسنة. ننظر في الصدقة أصلها إيش في الشرع موجود، وهو الزكاة، صح؟ والأمر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، من تصدق بصدقة من كسب طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا أخذها الله بيمينه، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. الأصل موجود. نقول الآن هذا الأصل، إذن الزكاة عبادة ولا ليست عبادة؟ ننظر العبادات على قسمين. عبادة، العبادات الأصل في كل العبادات، قالوا والتوقيف عندنا، الدلالة جاءت في الصدقة، جيد، لكن هو أحدث إيش؟ أحدث الطريق، أحدث الطريقة التي يتصدق بها، فقالوا كل ذلك توقيف. نعم، نقول انظر إلى ما نقسم لك لتتعلم. قسمان، عبادة ذات هيئة توقيفية. العبادة ذات هيئة توقيفية هي عبادة، فدليلها توقيف، وذات هيئة أيضا وصفة، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني. يبقى من أتى بهيئة على غير الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف ولا تقبل، وما أتى بالعبادة على وجهها. يبقى إذن عبادة ذات هيئة توقيفية، الحج عبادة ذات هيئة توقيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني رجل وجد الزحام شديد بين الصفا والمروة، فذهب إلى جبل قبيس في مكة، فطاف في الجبل ذهابا وإيابا، وقال الحمد لله سبعة أشواط انتهت عمرتي، وذهب فحلق. ماذا يفعل معه الفقيه إذا سأله؟ يضربه، صحيح؟ ليش يضربه؟ أتى بعبادة على غير الهيئة التي طلبها الله جل في علاه. إذن عبادة قسم، عبادة ذات هيئة توقفية. الثاني عبادة ليس لها هيئة توقفية، لم يحدد الشرع لها هيئة توقفية، أطلقها، فلما أطلقها العرف يتحكم فيها. الزكاة هل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم زكوا كما رأيتموني أزكي؟ ها، تأخذ في يد الفقير وتربطها وتفعل كذا؟ أبدا. فإذا الزكاة كانت عبادة أصلها توقيفي وهيئتها مطلقة، أو هيئتها مطلقة. يبقى هل الرجل هنا سن سنة في شيء يسن فيه؟ لا والله أبدا، ما فعل غير أنه قد أتى بالصدقة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول وهذا السياق عليكم وليس لكم، لأن وضع الكومة هذه ليست عبادة أصالة. العبادة التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدقة، فلما تصدق قال من سن سنة، علمنا أن المعنى لأنها ليست، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الرجل لم يأمر بالصدقة قط، ذا بالإجماع لو قال ذلك يكون كاذبا، بالإجماع قد أمر بالصدق. لذلك قلنا له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، وقال من أحيا سنة من سنتي. قالوا انهارت الأدلة. قالوا إذن هذه الأدلة قد طارت منا وما زال عندنا في الجعبة كثير. قلنا ما هي؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو، قالوا هذا وصف يقيم، قال من أحدث في ديننا ما ليس، يعني لو كان منه، مفهوم المخالفة، لو كان منه لا يرد ولا يبطل. يعني إيش لو كان منه؟ هذه البدعة الإضافية. يعني لو كان الأصل إن الصلاة مشروعة يبقى صلي 1000 ركعة في اليوم ليلة النصف من شعبان، لأن الأصل موجود، الصلاة خير موضوع. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس منه، هذا منطوق. المفهوم من أحدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول غير مردود، ما هو بيستدل بمفهوم المخالفة. فقلنا له استدلال عجيب، سنقف معك وقفات. الرد عليك من وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث ليس له مفهوم. أولا هذا الحديث ليس له مفهوم، لأن هذا الحديث إخبار عن كشف واقع، من أحدث في الدين، والواقع أن كل من أحدث في الدين أحدث في الدين ما ليس منه، ده صفة كاشفة، كشف واقع، وهذه من قوادح العمل بالمفهوم المخالف. فإذا الحديث ليس له مفهوم. قال الله جل في علاه وربائبكم التي في حجوركم. إيش الربيبة؟ تزوج رجل امرأة أحبها جدا، طيب، وتزوجها وكانت عندها بنت. هذه البنت دائما في الغالب تكون، لأنه لو تزوجها يريد أن يربي اليتيم، تكون في إيش؟ في حجر. وقال الله جل وعلا وربائبكم التي، يبقى إن كانت في حجر لا يجوز أن تكلموا. قال للمرأة أنا أغار حتى من ابنتك، لابد أن تكوني وحيدة فريدة معي حتى أتمتع بك.
ولم يأخذ البنت وكبرت البنت فرآها فعجبته له أن يتزوجها؟ ليش لا؟ الآية تصف وصف مقيد. قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي ها قلنا إذن الغالب. يبقى إذن الآية ليس لها مفهوم أنها بتكشف عن الواقع، كأن الله جل وعلا يقول الرجل الذي تزوج امرأة لها بنات الواقع أنه يربي هؤلاء الأيتام، الواقع أن تكون في الحج، فهذه صفة كاشفة يعني إذن لا مفهوم لها. يبقى أول شيء من التوجيه الحديث لا مفهوم له. قالوا لا الحديث له مفهوم، تنزلنا مع الخصم قلنا بل الحديث له مفهوم. وإيش مفهومه عندكم؟ قالوا من أحدث في الدين ما هو منه فهو مقبول غير مردود. قلنا هذا المفهوم يخالف منطوق. قالوا كيف؟ قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات، وهذا محدث. قالوا لا أنتم لا تفهمون، تعلموا الأصول، إياكم ومحدثات الأمور على الإضافة على التعميم، هذا حديث عام في كل محدثة ويخص بالمحدثة في إيش؟ في الدين. المفهوم قد خصص عموم هذا. قلنا أنتم الآن تتلونون وهذا تنازع، لن نقف معكم طويلا في هذا، لأن إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود أخذ المتنازع فيه ورد إلى المتفق عليه الذي لا يمكن أن ينازع فيه، فنحن سنفعل ذلك ائتساء بنبينا إبراهيم عليه السلام. فنقول لكم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. المسألة انتهت، لا تخصيص الآن. يبقى إذن لو قلتم المفهوم منه أو غير منه فهو بدعة، فهو محدث لا تخصيص. هذه المحدثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والبدعة كلها ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الرد عليهم في الوجه الثالث. قالوا إذن قد كسرتم كل السيوف، عندنا بعض الأدلة الأخرى. قلنا ما هي؟ قالوا الشكر لله، الله جل وعلا قال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، قال عن نوح إنه كان عبدا، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الفرح والسرور والشكر بالصيام، لأنه لما دخل ووجد اليهود يصومون سألهم فقالوا له يوما نجى الله فيه موسى فنحن نشكر الله أو نصوم هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منه، فصام وصوم الناس. خذ الدليل الأقوى، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين فرحا بإيش؟ بمولده، لأنه في بعض الروايات سئل لما تصوم الاثنين قال يوم ولدت فيه فأنا أصوم، فصام فرحا بإيش؟ بمولده بأبيه وأمه. قلنا حي هلا بهذه الشبهات. أولا صوم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في الاحتجاج به هذا ليس من شريعته، شريعة من؟ قبلنا، وقد جاء شرعنا بإقراره، فإذا هذا ليس في النزاع لأنه قد جاء الشرع به، صحيح ولا لا؟ جاء الشرع به فهذا شرعنا، فأنت الآن تخترع عبادة لم يأتي بها الشرع. عبادة الصوم جاءت فرحا بنجاة موسى وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون مشاكلة بأهل الكتاب أراد المخالفة، بعدما أقر قال ولئن بقيت للقابل لأصومن، مخالفة لليهود ولأهل الكتاب، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تفعلون بقوله هو في صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه؟ نقول التوجيه ثلاث توجيهات نجمعها في توجيه واحد. فرح النبي بمولده، ماذا فعل؟ قف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم صم كما صام، أما صام شكرا وهي عبادة صم كما صام، لما تتعداها أنت؟ قال لا تحجر علي واسعا. قلت أحجر لأنك تتهم الرسول بلازم قولك، أنت لست بقائل، بلازم قولك تتهم الرسول بالتقصير في بيان للأمة ما ينفعها وفي التبليغ للأمة بما يقربها من الله جل في علاه. قد ترسخت في قلوبنا الأصول بأن رسول الله ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا أدلنا عليه، صحيح، وما يبعدنا عن الله نهانا عنه. طيب إذا كان هذا الفرح والسرور والاجتماع يقربنا من الله كان واجبا على النبي أن يبين، فلما لم يبين اتهمته أنت بلازم قولك أنه قصر، لسيما وأنه قد صام. يبقى إذن لما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاجتماع وإظهار الفرح والسرور دلالة على أن شكر الله لا يكون إلا بهذا. قف عندما وقف صم كما صام ونحن لا نعاتبك ولا نرد عليك فعلا، عندك اجتهاد في هذا الباب لأن السلام قد صام وقال يوم ولدت فيه، هذا الرد عليه من هذا الباب. ثم استدلوا بعد ذلك بالقصة المشهورة المبتورة الموتورة الذي يحتج بها كثير من الذين لا يعقلون، مسألة أبي لهب. أبو لهب لما بشر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة أما عنده أعتق فرحا بإيش؟
بمولده، فلما قبر ودخل القبر كان يعذب كل يوم، لأنه في النهاية بعض المعاصي سيعذب عليها ويدخل الجنة بعد ذلك. صحيح؟ لا، ده خالد مخلد في النار، كافر. كافر؟ أبو لهب كافر؟ ما الدليل؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله، تبت يد أبي لهب. نعم، فإذا هو كافر، فكافر وفي القبر يعذب، لكن يوم الاثنين يخفف عنه العذاب. لما؟ قالوا لأنه قد أعتق هذه الأمة فرحا بمولد نفسه. كافر يخفف عنه العذاب بالفرح فقط، وزال الفرح، فما بالك المسلم؟ قضايا كبرى دي، أمهاتكم، ده مسائل وعر، إن الشياطين يلحون لأوليائهم بإيش؟ حقا والله. فنقول أولا لنا وقفات مع هذه القصة المبطورة الموتورة هذه. أولا، هذه القصة أين إسنادها؟ هذه منام أصالة كما نقل عروة بن الزبير، هذه منام أصالة، أين إسنادها؟ رفعت النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حيهالا ومرحبا وكرامة وفوق رؤوسنا، فهذه منام لا يستقيم لها إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، هي منام، والقاعدة عند العلماء المنامات لا يأخذ منها أحكام. أجمعت الأم لو أن الناس ذهبوا يتطلعون إلى الهلال غدا رمضان، فقام رجل من الأحباب وقال انتظروا قد رأيت رسول الله وأخبرني أن غدا رمضان. قال العلماء باتفاق بالإجماع أن الأمة لا يلزمها هذا، المنامات لا يترتب عليها أحكام. الثالث، تعالوا وتنزلوا معي لهم وقولوا اسنادها مستقيم وليست منامة، أو هي منامة، قل ما تقول، قل الأحكام تؤخذ من المنامات. تنزل ثم قل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، ولد بخاتم النبوة والرسالة، وجاءه جبريل وقال له اقرأ أم لا؟ أجيبه، كان صغيرا نبيا، متى صار نبيا؟ بعد 130 سنة، بعد 40 ممتازين، نعم بعد 40 صار نبيا. طيب فرح أبي لهب كان متى؟ ها، كانت رسالة، كانت نبوة، الثواب والعقاب مرتب على نصرة النبوة والرسالة، هو ما فعل ذلك إلا في الصغر، بل نصب العداوة لرسول الله عندما أرسل. طيب أنت فرقت بلا مفرق؟ أقول لا والله، أنا أفرق بأثر ودليل، ولا أحك رأسي إلا بدليل. عندنا الدليل، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب لما نافح عن رسول الله وناصر رسول الله حين كان طفلا صغيرا، الله جل وعلا خفف عنه إيش يا حبيبي؟ لحن القول ظهر. ناصره متى؟ بعد الرسالة، لا عند الطفولة، بعد الرسالة، مع أنه ويعلم أن السلام كان على حق، لكن ناصره وجابها الكفار وجابها الفقر في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع من ولاه، فلذلك خفف الله عنه لنصرته لمن؟ للطفل الصغير ولا للنبي الرسول؟ يبقى إذن القصة مبتورة من أولها لآخرها، ولا تدخل معكم أيضا في النزاع، فلا حجة لكم، وهذه شبه واهية لا يمكن أن تستقيم لأحد أن يقول بها. يبقى لنا أنهم قالوا ما عندنا إلا كلام السيوطي أنه قال أنتم تدندنون في كل مسألة، فعل أبو بكر لا، فعل عمر لا، وتلزمون هذه الحجة كأنكم ألقمتمونا حجرا. فيقولون السيوطي رد عليكم بقول وجيز، قال عدم نقل الفعل لا يدل على عدم نقل الفعل لا يدل على عدم الفعل، عدم نقل الفعل لا يدل على عدم الفعل، يعني يقول باللزوم بذاته لا يدل على عدم الفعل. نقول هذا كلام صح، عدم نقل الفعل لا يدل على عدم الفعل، لكن عندنا قرائن وضوابط، إن كان هذا الفعل من الشهرة بمكان، وإن كانت الهمة داعية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشرها، وإن كانت قربة من القربات، فإذا نحن نتهم الصحابة أن أخفوا علينا هذه القربة التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا بإظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا المسألة، هنا الهمة داعية، والسنة إن كانت سنة وقربة لله جل في علاه يلزم الصحابة بنقلها ونشرها بين الناس، فلما لم يفعلوا مع وجود المقتدي والمانع منتفي، قلنا إذن لا يصح أن تأتي بهذه القاعدة، المقتدي موجود والمانع منتفي ولم يفعلوا ولم ينشر الفعل، لأنه لو فعل لإيش؟ لأذيع. أنتم الآن إيش تفعلون؟ تجتمعون والصحف والمجلات والفضائيات كلها تقرر لكم هذا اليوم. يبقى إذن الصحابة لو فعلوا ذلك لابد أن يقرر أمام جميع الصحابة، وكل صحابي يرقب ويكتب، حتى أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ،
يأتون بصفة النوم لا يتركون شيئا إلا ويؤثرونه وينقلونه. فلما لم ينقلوا ذلك علمنا أنه ليس بفعل، لأن المقتضي موجود والمانع منتفي، فهنا يدل على والهمة داعية لنشرها، فهنا يدل على عدم الفعل. هذا بالنسبة لهذه الشبهة الضعيفة الواهية التي يستدل بها. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ميزان الحسنات، ونسأل الله أن نكون على صواب، ويسمع ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ، ولعله إن شاء الله نظن بإذن الله في كل المسلمين أنهم إذا سمعوا الخير رجعوا إليه، وإذا علموا أن الحجة في قال الله قال الرسول رجعوا إليها. نسأل الله ذلك، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا جميعا الصواب. نعم.